يعني اولا نقول لشعبنا في قطاع غزه ولاهلنا وللمقاومه ان تركنا الاسرى في وضع صعب جدا، تركناهم في وضع ماساوي، تركناهم ما يمر به الاسرى الان لم يمر في تاريخ الحركه الاسيره منذ نكبه من 48، معاناه شديده. الاسرى يتعرضوا الى اهانه جسديه واهانه نفسيه يوميا، هناك من الاسرى من استشهد وهو يعني في اقبيه التحقيق، هناك من الطواقم الطبيه من استشهدت، الخدمه الطبيه لا تقدم لاي مريض في داخل السجون، بالعكس بل الطواقم الطبيه تعتدي على الاسرى، وهذا مخالف لكل المواثيق الدوليه والانسانيه. لكن معنويات الاسرى بحمد الله سبحانه وتعالى عاليه جدا، معنوياتهم في السماء، ينتظروا قول المقاومه بان تخرج سراحهم جميعا وتبيض السجون. رسالتنا اليهم ان تكون المقاومه حاضره باذن الله سبحانه وتعالى لتحرير هؤلاء الاسرى من جميع السجون، وايضا للمنظمات الدوليه والحقوقيه لزياره الاسرى والاطلاع على وضعهم الماساوي الصعب جدا جدا. عندما يعني اي مريض اسير يطلب حبه دواء وحتى لو كانت ابسط شيء لا يتم اعطاء له، ولا يتم اي تقديم اي خدمه طبيه للمرضى. جميع الاسرى تم نقص وزنهم اقل شيء 25 كيلو، كلهم يتعدي يعني الامراض يعني انتهكت اجسادهم، كلهم جميعا يعانوا. هي رساله للجميع بان الاسرى يجب ان يكون حاضر على الطاوله في كل مفاوضات حتى تبيض السجون باذن الله سبحانه وتعالى.